اخر سنتين انت عملتي شويه اعمال طول عمرنا بنحبك يعني وبنتابع ادوارك، بس انت عملتي ثلاث اربع اعمال وكأني في كده يعني اطلاله جديده، كأني في عارفه طاقه جديده بتمثلي بيها. صح، وانا اتذكر ثلاث مسلسلات بعينهم، يعني مسلسل علاقه مشروعه، ايوه، مسلسل ايجار قديم، ايوه، وزي القمر واحده من الحواديت. ايه بقى الاطلاله اللي انت طلعتي بيها دي؟ وكانك في تحدي مع نفسك، كانك بتعملي صفحه جديده مع نفسك. انا ما اعرفش. لا انت صح، ما انا هقول لك ليه. قولي. لان انا بعد وفاه جوزي الله يرحمه الحاج حسن مصطفى الفنان الكبير جدا حسن مصطفى، الله يرحمه، في 2015 كان الله يرحمه. انا بعديها قعدت فتره ما كنتش قادره اشتغل، يعني كان صعب. طبعا هي امكانيات، يعني في ناس بيقدروا، انا ما قدرتش. قعدت خطر 5 سنين أو 6 سنين قاعده في البيت، لان طبعا يعني احنا عايشين مع بعض عمر، يعني انا هو جوزي الوحيد اللي اتجوزته، ما اتجوزتش غيره، بقى لنا حاجه و40 سنه مع بعض. فطبعا انسان يبعد عنك او مش موجود معاكي في نفس المكان بتبقى فيها صعبة. يعني مش عايزين نعمل صعبة. جو لكن صعبة. قعدت فتره صعبه. بعد كده قلت لا خلاص بقى، انا مش عايزه اشتغل، انا عندي بنتين وربنا يخليهم لي، وانا بقى ايه مع نفسي شويه لغايه اما ابتدى فوق. الفوقان ده اتاخر شويه. قعدت حاجه بتاعت 5 سنين وناس يكلموني على شغل. يعني في منتج كلمني وقال لي مسرحيه وحلوه وتعالي اعملي. قلت له هنا جوايا مفيش ضحك، ما عنديش ضحك، في عندي شويه حزن، فانت هتطلعني في مسرحيه كوميدي ابقى دم تقيل ملوش لزوم، مش قادره. فاللي انت بتقولي عليه ده بقى حصل ايه؟ بعد 5 سنين لقيت نفسي بنتي اتجوزت وبنتي التانيه اتجوزت وخلفوا، وانا قاعده لوحدي في البيت. الله، طب ايه الحاجه الوحيده اللي انت بتعرفي تعمليها في الحياه؟ هي التمثيل، يعني الحاجه الوحيده اللي بحبها واللي بحب اعملها. فلقيت فجاه لميس الحديدي بتكلم. قالت لي انت هتبدأ، لميس صاحبتي والولاد وكده، جميله طبعا، هتفضلي قاعده في البيت كده على طول ومش هتحرك. ابتديت اتحرك، والسنتين دول بقى اللي انت بتقولي حسيتي بحاجه جديده. بصي يا مدام ميمي، انا مش بتكلم على اختفاء وعوده، مش ده كان قصدي. انا كان قصدي انه حتى طريقه تمثيلك انت دخلتي في ليفل تاني خالص. يعني هقول لك على حاجه، في حدوته زي القمر، يعني انا عمري ما شفتك النوع ده من الـ 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 المشاعر القاسيه الداخليه دي. أيوة. ما شفتهاش وعملتيها باقناع شديد. صح. جدا في طاقه اكبر كانت جواك. ايوه، مكبوته فتره طويله، ما زي ما تحسي ان حاجه صدت ما بتتحركش ما بتلمعش، وبعدين فجاه مسكتيها ابتديت تتلمعي فيها تاني، تديها روح، تديها يعني انت حاسه بتفرجتي على نفسك وحسيتي انه الاداء يعني اختلف بقى، في ثقل اكتر، بقى في نضوج اكتر. الفتره اللي كنت بشتغل فيها كتير قوي غير الفتره اللي بتشتغلي فيها بقى على رواقه كده، بطلع احساسي. برافو عليكي، هي أيوه. كلمه على رواقه. ايوه ايوه، تعالوا نتفرج على الفنانه ميمي جمال وهي بتمثل على رواقه الرواقه. والله يا مدام ميمي، احنا مش بنقول كده عشان الحلقه، بس احنا واحنا بنتفرج على المسلسلات دي طول الوقت واحنا بنتكلم نقول لهم ايه، شفتوا ميمي جمال عامله الدور ازاي؟ شفتوا هي مختلفه ازاي؟ صح. خلينا نشوف. ابقي خلي بالك من تصرفاتك قدام البنت. هو انا عملت ايه؟ راعي مشاعرها شويه، دي بنت غلبانه مسكينه مخروب بيتها، حياتها كلها بايظه، وانت قدام منها كل يا حبيبي وتاكلي جوزك ما يصحش. قوم اقف، قوم اقف. حاضر، عم هقف اهو. والله هنا هنا جنبي. ايوه ايوه، بصلي بصلي. ايوه انا بحبك وعايزه اتجوزك. بتدور على ايه؟ بدورك على عريس. انت العريس. بحبك بحبك.
وعايزه اتجوزك. بص لي في عينيا، بحبك وعايزه اتجوزك. يا مدام سرية، الناس بتتفرج علينا، مش عايزين فضايح. انت يا حبيبي لو وقفت معايا وكنت سندي وكنت ظهري، لكن لما سبتني ومشيت وخدت بيت بره انت ومراتك، لقيت نفسي تايهه، لقيت نفسي لوحدي، بكلم نفسي وبكلم الحيطان، وباكل لوحدي وبشرب لوحدي وبايع، وخايفه لموت لوحدي ومفيش حد حواليا. الله، طب انت بتزعقلي انا بالشكل ده ليه؟ انا مالي؟ عملت لك ايه انا؟ الله، وبعدين مش حلو كده، مشاكلك حلها مع نفسك يا استاذ رمزي، مش كل شويه تكشر وتمد بوزك وتتقمص زي العيال الصغيره. لا 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 لا، انا بقيتش اجيلك خلاص، ماليش دعوه بيك، لا انت ولا طارق. سلام، يا ساتر يا رب، ده ايه الراجل النكدي ده؟ مش هنبطل خوف بقى ونسلمها لله ولا ايه؟ ونعمه بالله، انا بس غصب عني والله، خايفه شويه، خايفه مرعوبه. يا ست الحبايب، القسطره دي بسيطه جدا، حاجه تافهه، تحب اروح اعملها بدلك؟ لا، الف بعد الشر عليك يا حبيبي، لا انا اللي هعملها، وربنا ان شاء الله هيكرمني وهقوم بالسلامه. ان شاء الله هتقومي بالسلامه وتبقي زي الفل. بجد بجد ربنا يديلك رزق، على قد انا ما بحبك يا حبيبي. لازمتها ايه بقى الفشخره الفاضيه بقى؟ نادي وتمارين وحصص يا بنتي، وفري فلوسك. لا وايه، ايه لازمه التكييف اللي انت مركباه في الاوضه دي؟ لازمته ايه؟ بهوي عن نفسي، جايباه من مرتبي وبالقسط كمان. اتهوي يا اختي زي ما انت عايزه، بس ما تبقيش تشتكي. مش لاقيين عيش ياكلوه، جايبين عبدي يلطشوه. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.